ايطاليا بقى اللعب بثلاثه فيها زي السلام عليكم. مبدئيا الضغوطات على 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 مانشستر سيتي مش على انتر. انتر كان كل غرضه مالي. انا لما كنت بسال مكافاه المركز الثاني كام خلاص كده كيتت خلاص يعني أيوة كده مشاكل الماليه اتحلت كلها. كل مشاكل اتحلت. ما هو كان خلي بالك انتر كان مزنوق في 30 مليون يورو فهيضطر انه يبيع نجم من النجوم اللي موجوده دلوقتي. هتضحي بواحد وخلي بالك ده حال الانتريستا في العالم العربي وفي كل العالم بقى لهم سنين. حلو. انه مين هتذبح مين صح. كل سنه لازم تذبح واحد. خسرت لوكاكو وخسرت حكيمي وما الى ذلك. فالسنه دي بالمداخيل بالتذاكر بالارباح الماليه انت بقيت ضامن ان انت مش هتذبح حد. فانا كده بالنسبه لي كيتت. مانشستر سيتي هيبص للموضوع ان مين دول شويه عيال بشباشب. ايه معلش ايه اتشيربي ايه مين اتشيربي ومين مين دامبروزيو مين ماتيو دارميان دي مخلفات حرب دي مش قادر دي اكيد دي مش لعيبه بجد والله. ما دارميان ده اكسبايرد في الدوري الانجليزي من 2015 مش مانشستر يونايتد صح كده. ودامبروزيو لعيبه منتهيه طبيعي جدا. انا بقى ده يعجبني لانه الصراع في الكوره ده صراع نموذجي ما بين الميه والنار. انتر هو اكتر فريق في العالم بيعرف يبني الكوره دلوقتي بسبب وجود مارسيلو بروزوفيتش وبسبب وجود هكانت شالينوغلو وبسبب وجود باريلا. بيعرف يبني تحت ضغط. كل ما تزنقه كل ما يبني تحته ويطلع. ولو فاكر ماتش ليفربول في انفيلد الاخير في دوري الابطال كان انتر تفوق على ليفربول في انفيلد فاز عليه 1-0 ب 10 لعيبه لان انتر كان بيعرف يطلع بالكره من تحت. سيتي قوته كلها في الضغط من اعلى نقطه. لو انتر طلع هيسجل. لو انتر طلع وكايل ووكر مش موجود انتر هيسجل. التحولات بتاعت انتر قويه جدا في لوتارو مارتينيز حتى في تزيكو حتى في دانزل دومفرس حتى في دي ماركو. بحب دومفرس انت قوي. بحبه جدا. انا مسميه لقب مشهور هو بيه بس هو انا بحبه جدا اسمه الجحش الطائر. لانه في ايطاليا ديربي مثلا هيلاس فيرونا وكيفو فيرونا اسمه ديربي الحمير الطائره. خلاص فهم كانوا بيتكلموا ان هم مدينه فيرونا دي مدينه روميو وجولييت فالعشاء بيروحوا يقضوا اوقات لطيفه وغالبا بيشربوا مشروبات روحيه فعقولهم بتروح فالحمير بتبقى مروحه من الحقول تاني يوم فبيتهيأ لهم ان الحمير بتطير أصلاً. فيسالوا ايه اللي بيحصل يقول لك ده فيرونا وهيلاس فيرونا بيلعبوا بعض اصلا. حلوه اسمه ديربي الحمير. حلوه القصه.